وعن استعدادات جامعة حفر الباطن وإطلاقها برنامج أهلا بطلابنا، ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الله العامري، عميد شؤون الطلاب ومدير أيضا فريق الدعم النفسي بجامعة حفر الباطن. دكتور عبد الله مساء الخير ويعطيك العافية، وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. بداية يعني أول مرة أسمع عن فريق الدعم النفسي بجامعة، ياليت تعطينا فكرة عنه. مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام في قناة الإخبارية. حقيقة انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على عودة الدراسة الحضورية، بدأت جامعة حفر الباطن من سعادة رئيس الجامعة بعقد ورش عمل ولجان عاملة بشكل مستمر للتوعية بأهمية أخذ لقاح كورونا، وكان يتوازن مع هذه التوعية أيضا إطلاق برنامج للدعم النفسي الذي يهدف لتبديد المخاوف والقلق والتوتر لدى طلاب الجامعة من أخذ اللقاح، وكذلك يبدد الإشاعات ويعالج مشكلة الضغوط النفسية الناجمة عن مثل هذا الخوف والقلق من قبل أخصائيين نفسيين واجتماعيين من أعضاء التدريس في الجامعة. هذا البرنامج حقيقة وجد نجاح وإقبال من جميع منسوبي الجامعة من طلاب وموظفين، وبناء على هذا البرنامج ارتفعت نسبة التحقيق في الجامعة بوجود مركز اللقاحات بالتعاون مع الشؤون الصحية، أصبحت النسبة أكثر من 90% من المحصنين بجرعتين. كذلك أطلقت الجامعة برنامج لاستقبال الطلاب ينقسم إلى قسمين، برنامج التهيئة وكان في الأسبوع الذي يسبق أسبوع الدراسة. في برنامج التهيئة تم عقد لقاءات تعريفية على مدة طيب شكرا لك دكتور عبد الله العامري عميد شؤون الطلاب.